اشوف نفنوفي. انا حطيت شغنية عشان يعني تخلصينا بسرعة. بشوف نفنوفي بضبط كل شيء و wait for me and you're gonna miss me when I'm gone. مشكلة ان جسبيك ما عنده شيء حولينا. لا اذا رحت مكان ما راح يعني راح اقول لك اول ما توصل اقول لك خلاص تعال يعني يمكن اخلص بسرعه. اتمنى. لا بس ما اتوقع نص ساعه وساعه. اتمنى بس والله. شايفكم ادسه مره ثانيه؟ لا مو هو بس نفس الخامه بس يعني مو هو بس يشابه. هو نفس الخامة ونفس كل شيء بس كان أستر طبعا. بس والله اشتقت له موجود خشته عندي. نفنوفي بالفاشن شو جسميك وختمت كل نفانيفك. هذا اللي بس تونا واصلين الأفنيو بس نفنوفي I can't say anything. ما أقدر أقول شيء قدامه. حبيبي إيش كذا نطلني راح السوق راح أتسوق على ما أخلص. ما لا تشوفي الحين بروح أخذ الشيء الطلبية. طالب شيء ونهار عليه إيش وأنا وصل. بس بقولكم شغلة بنات. بنات. لا I'm so ساعتين مو ساعة. ساعتين. بنات بس بذكركم بمسابقة ماك كوزمتكس ميدل إيست. يوم السحب راح يكون تاريخ 11-12 يعني عقب باكر. فيمديكم تشاركون راح تكون الجائزة أكثر من 30 قطعة من كوليكشنهم الجديد اللي هو كوليكشن الهوليدي وراح يكون حق فايزة واحدة. فسوايب اب سحبوا الشاشة علشان سيدة تدشون على بوست المسابقة وتشاركون كلكم. وطبعا السحب راح يكون باكاونت ماك كوزمتكس ميدل إيست.